كلامكم ما في امامكم واقفين وعلى وفاء وما تقدمهم الا حاجه. جينا وحنا قسمنا الصف صفين، صف اولنا مع بعوض لان منا وفينا ولا نكمل من سرحنا ولا نترك، وصف اللي قدامكم مع ولدنا ورفيقنا ابو سعود ولا نقدر نقصر. جمعنا الثنتين وصلنا الى هذا المكان. نقول العريس بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير في هذا المكان. معنا عطاء والمعطي الله عز وجل ان هي كثيره، فبعوض منا وبيننا وفينا وربي معنا ولا يمكن ننقصر عنا ولا ننقصر عنا، ويستاهل ومداكمنا والواقفين امامكم والمادرين امامكم كلهم ودهم يسلمون عليكم، لكن نكتفي بالنظر. وهذا في حد العلوم، صلى الله وسلم على محمد. Let's go.